الوسوسة بالنسبة للفنان مهمة جدا، مش متعبة؟ لا جدا. يعني انت الوسوسة يعني معروف انك انت موسوس قوي حتى والمسرحية بتعرف. طمال الوسوسة دي في الاخر انت ما كنتش تتمنى ان ما تكونش موسوس كده؟ لا، ده هي الوسوسة دي هي حتة المعارضة اللي بتبقى فيا، هي الحتة اللي بتعارضني، الجزء اللي في دماغي يقول اه، قلبي يقول لا، قلبي يقول اه، دماغي تقول لا، وهكذا، وافضل ما بين شد وجذب لغاية ما حس حقيقي ان القلب والدماغ اتحدوا الاتنين مع بعض وقالوا اه او قالوا لا. يعني هي بتبقى كده. يمكن لبعد عرض المسرحية بشهور وانا غير راضي عن العمل، والناس تقول اه ده حلو، ده يجنن، ده، انما بحس ان دايما في نواقص، في حاجات ناقصه. ما تستنى اخواتك لما يجوا. بنزين بطني خلص. انت بتحط ببطنك بنزين ولا اكل؟ الاثنين واحد. ازاي بقى؟ صفيحه البنزين تشغل المكنه لمده معينه، اذا خلص البنزين قبل ما يوصل لها غيره تقف وتضعف. ايش دخل ده في انك تدخل بالدقيقه والثانيه؟ يا ماما المعده زي المكنه والاكل زي البنزين، مدته 8 ساعات، افطر الساعه 7 يبقى لازم اتغدى الساعه 3.